وصفة النهاردة خليط زيوت للتطويل والتجسيف، وصفة هتغذي بصيلات شعرك وتحفزه انه يطول ويتقل في وقت قياسي. هتقضي على التساقط وتلف الشعر، هتملى الفراغات وتقضي على القشرة تماما، غير انها هترطب الشعر وتزود نعومته ولمعانه. هنحضر وصفة طبيعية من خليط زيوت واعشاب هترمم تلف الشعر وترجع له صحته وحيويته مرة تانية. جربيها وهتدعيلي، وتابعي الفيديو للآخر علشان تعرفي طريقة التحضير وطريقة الاستخدام. ولو أول مرة بتشوفيني، أنا وفاء ودي قناتي، شرفيني بالاشتراك وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الوصفات الطبيعية اللي بنزلها على القناة. ويلا بينا نبتدي وصفة النهاردة. في طاسة أو كسرول نكون مخصصينها للوصفات، هضيف 50 ملي من زيت جوز الهند. زيت جوز الهند بيرطب الشعر وفروة الراس وبيعزز نمو الشعر وبيزود كثافته، كمان هيقلل من مشكلة التساقط والفراغات. ضفت زيت جوز الهند وهضيف عليه معلقتين من بذور الحلبة. الحلبة هتحفز نمو الشعر لأنها غنية بمركب الفلافونويد والسابوتين، وهتزود الدورة الدموية الواصلة لفروة الراس، وضادة للالتهابات والفطريات، علشان كده هتقضي على قشرة فروة الراس الدهنية ومشاكلها. وهضيف كمان بذور الجرجير، وده بيكون شكلها، وهتلاقوها عند أي عطار. بذور الجرجير مضادة للأكسدة والالتهابات، بتغذي بصيلات الشعر وهتزود الدم الواصل ليها، وبالتالي شعرك هيطول ويتقل في وقت قصير. هضيف منها برضو معلقتين. وهرفع كل المكونات على نار هادية لمدة 5 دقايق مع التقليب. بعد 5 دقايق هبعدهم عن النار. وهضيف عليهم 3 معالق من زيت الخردل. زيت الخردل بيقوي الشعر وبيمنع التساقط، غني بالأحماض الدهنية والأوميجا 3 اللي هتحمي فروة الراس وهتزود صحتها، غير إنه بيعتبر بلسم طبيعي للشعر هيزود نعومته ولمعانه. وهضيف كمان 100 ملي من زيت الزيتون. زيت الزيتون هيرطب الشعر الجاف والتالف وهيقويه، بيعالج تقصف الشعر وهيشانه، وبيساعد على تغذية الشعر وزيادة طوله وكثافته. ضفت زيت الزيتون وهقلبه كويس مع باقي المكونات بالشكل ده. وفي أي برطمان نظيف وجاف هحط خليط الزيوت مع البذور. خلطة قوية جدا هتحل كل مشاكل شعرك.
هغطي البرطمان كويس جدا وهلفه بالألمونيوم فويل وهحتفظ بيه من 10 لـ15 يوم في مكان دافي، ممكن في أي رف في المطبخ. وبعد كده تقدري تستخدميه على شعرك. وبعد مرور أسبوعين تقدري تستخدمي الزيت على شعرك. دلوقتي هصفي الزيت بالمصفى الضيقة بالشكل ده. وبكده نكون عملنا خليط زيوت قوي جدا لتطويل وتكثيف الشعر، وفي وقت قصير جدا من استخدامك للزيت ده هتشوفي نتيجة هتبهرك. وزعي الزيت على شعرك من الجذور للأطراف، ودلكي فروة راسك بفرشة مساج الشعر أو بأطراف صوابعك لمدة 5 دقايق. غطي شعرك بالبرو كاب أو بالبلاستيك ستريتش وسيبيه على شعرك مدة ما تقلش عن ساعتين. بعد كده اغسلي شعرك بمية فاترة والشامبو العشبي، سايبالكم لينك لطريقته في صندوق الوصف. لأفضل النتائج كرريه مرتين في الأسبوع واستمري عليه مدة ما تقلش عن 3 شهور. زيت هيطول ويكثف شعرك من الشهر الأول، هيملى الفراغات وهيغذي البصيلات والجذور، وفي خلال شهر واحد من استخدامه شعرك هيزيد طوله وكثافة وصحة. أتمنى تجربوها وعلى ضمانتي. ما تنسيش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد. ولو وصلتي لحد هنا فشكرا جدا على المتابعة، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة.